لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم عبد العزيز او طباخ. هذا الفيديو برعاية اسوس. اعطوني جهازين عشان اجربها واستعرضها لكم. الاول جهاز جيمنج وهذا المهم لنا، هنروح نشوف الجهاز الاول مع بعض. بسم الله. طيب مثل ما تشوفون قاعد العب على اللابتوب الان. الاعدادات اللي انا العب فيها احط شادو اوف، انتلايزنج اوف، واحط تكستشر ما يفرق معي، احط ايبك او غيره، الافكت احطه ميديوم، والبوست بروسيسنج لو. ممتاز. هذه العدادات اللي انا العب فيها عشان انا تعطيني فريمات عاليه في البي سي. خلينا نشوف هنا يعطينا فريمات عاليه او لا. طيب خلينا ننزل شيفتي اوكي ونسولف عن الجهاز شوي. اول شيء الجهاز احد واهم مميزاته الشاشه اسطوريه. ليش؟ 144 هرتز على لابتوب شيء خرافي، 3 ملي سكند سرعه استجابه الشاشه. اتوقع ان هذه الشاشه افضل من شاشات التلفزيون، تعرفون شاشه التلفزيون 50 بوصه 60 بوصه هذه نص الشعب اللي يلعب فيها، هذه المواصفات افضل منها. شوف للامانه ما راح اكذب عليكم واقول لكم لا روحوا اشتروا هذا الجهاز المميز الذي ليس افضل منه في لا ما كنت قاعد اكذب عليك. الجهاز هذا من موجه له، الجهاز موجه لنوعين من الناس. اولا انا شخص ما احب اني اجلس في مكان معين واقعد العب فيه، زي مثلا احط لي سيت اب واقعد في نفس المكان هذا ما غيره. اذا انا مثلا شخص اسافر كثير اطلع كثير ودي اني العب وانا طالع، برضو هذا الجهاز مناسب لك جدا. ليش؟ انا لا العب لابتوب في نفس الوقت خفيف، حجمه صغير جدا يعني سخيف وفوق هذا خفيف. من ناحيه كرت الشاشه اللي هو كرت RTX 2080، طبعا هذا الكرت من افضل انواع كروت الشاشه حاليا، فمعناها انا عندي الحين لابتوب فيه شاشه اسطوريه، فيه كرت شاشه اسطوري، تحتاج اكثر من كذا. المعالج جدا ممتاز اللي هو i7 الجيل الثامن. هاي خوزي يا ولد حرك حرك يا ولد، شو يوم ذا ديدي، خن هيله خن هيله. هاي خوزي يا ابني تعال، والله يهم لك لك. خف خف اشرب اشرب اشرب. شيك شيك شيك، عصب عصب خوزي عصب عصب، طقني 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 خوزي. عرق عرق عرق، انا اسف انا اسف والله، اسف اني هيلتك، انا اسف والله انا اسف. لا 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 من وين طلعت هذه؟ قاعد اطقطق على خزينه يا شيل البس. تكفى خزينه برا خزينه برا، والله احسبه خزينه. شيله تكفى خزينه، شيله تكفى، لعيوني تكفى. هيلتك ليش؟ عشان هذه اللحظه. يلا يا خزينه انت تستطيع، اقلب عليها امحطها. الله عليك يا خزينه محطها، اقلب عليها ثانيه. اللي معك تكتك واضح انه ابيض. اسطوري يا خزيه اسطورتي، انا هيلتك لاجل هذه اللحظه. كل العيون خزيه يستاهل والله. طبعا هذا الجهاز مخصص للالعاب. هذا الجهاز الثاني من اسوس، صغير مره صح؟ جهاز اسمه زين بوك، طبعا دفتر دفتر حرفيا دفتر من الجهاز. ميزته انه خفيف، طبعا مواصفاته جدا ممتازه من ناحيه كاستخدام مو بالالعاب. تقدر تلعب فيه؟ اي تقدر تلعب فيه، لكن ما يعطيك الاداء الكامل للالعاب، لكنه ممتاز جدا. انا هانترز انا والجلاد وام كي اوكي اسمع ايش يقول لكم هنا. يقول يوز يور ايش؟ اوكي يعني اسلحتك واشيائك عشان تستخدم. تعال تعال مخلص تعال الكم يا روان يا ام البزاره يا اخي، ما تشوف البث يرحم امك، ما تشوف البث. ابو عبد العزيز حمار، ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز اسمعني انت حمار. شوف ابو عبد العزيز والله انه نصاصي شايفني شايف. كيف تبني يا عبد العزيز؟ راح شاف البث ورجع. والله شاف البث ورجع يا حمار. بالله كلنا باصات، كلنا باصات ندور حول الماب. وين باص؟ انا ابي كلب كلب بحميك 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 دقيقة دقيقة بحميك. يا كلب مو بداري مو بداري مو بداري ما عليك. يا كلب عبد العزيز يا كلب زكش دخلني البلا في
ما شافوني. قلت لك ما احميك، حميتك ولا ما حميتك؟ خلص الوقت، سوي ذبحته. ذبحته. الحين المفروض اللي يزبنون ياخذون الكوينز. هذا وين هذا؟ ايه المفروض ياخذ كوينز. القم. القم يا زبال. يا كفو. القم. القم راكان زين. شقلني ما اركض. والله اركض. انا طلقت عليه مرتين وانت قدرت قاعد اشيل. شالك مع الريح. والله امي. انا اركض هنا. ليته؟ انا نلعب بكاكس، نلعب بكاكس. يا قويين يا قويين. الو؟ الو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ طيب الحمد لله. من وين أنت؟ السعودية. وين في السعودية؟ جنوب. وين في الجنوب؟ بالأحمر. ونعم أنت اسمك سامي صح؟ إيه. ونعم والله يا سامي يا هلا والله يا هلا. الله يعافيك. ألو؟ قعدنا. هلا. هذا هذا يطلع نار، يطلع نار، يطلع نار، يطلع نار. هذا طلع نار، تعال تعال تذبحه، تعال تذبحه. شكله قوي ذا، يشبه ثانوس. كفو، خذ بطاقتي. ارقص ارقص عنده، ارقص عنده، ارقص عنده. لان انا ارقص عندي هو. والله كفو، اذبحه. والله اهم شيء ساعدت. والله كفو. انت الضباط صح؟ والله لساعدك يا شيخ. بسم الله يا حبيبي. اذنك اذني اذني. ايه كفو. شال يا رجال، مو مساعدنا. اسمعني اسمعني، في واحد يبغاك في المجموعة. الو. هلا هلا. من ناداني؟ من ناداني مجموعة من هو؟ انا. هلا هلا، ايش بغيت؟ يبغى يسلم عليك. يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله. نك نك واحد منهم. سليب شوف شوف. شوف قدامك، شوفها فوق. ايوه عند الصندوق بالضبط. وين؟ في الصندوق، في الصندوق فوق. انسان قذر، انسان بلا ضمير، وقع محتال، دجال، متسول على مائدة الاخرين. بحي عليك. يا اخي الجوال خرب خلاص، لعدي راسل. وين شت الرأ ترى؟ نك نك. سكوت ثاني. يلعن الشكل، حط هكت الزومبي. هو طلبا. والله اسطورة. كفو. في واحد جاي، في واحد جاي. اسطورة. اسطورة. ترى اظن انك دمجته. لا ما اتوقع. دمج دمج. الا شفت الدم. انا جايك بفجر في نفسي، بس بفجر نفسي بس ما ادري متى. لا 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 لا.
مو لازم اطوي زي كابورا. اسطورة جي جي.